الميلان يسيطر بشكل جماعي على منطقة نص ملعب. تشيلي واحد من الصاعدين في سماء كرة القدم الإيطالية كظهير والتصويب، ولكن خارج القائم الأيمن إلى ضربة مرمى. بداية قوية، بداية فيها ثقة حصد الثلاث نقاط والوصول للمرمى. تشيلي ودانا نموذج النهاردة للاختراق من العمق، عدى ومر وفات وشاط، ولكن خارج القائم الأيمن للحارس بوفون. دي المواجهة رقم 155 في تاريخ على مرتين. تحضير من جديد ماركيزيو إلى أساموا. اليوفي بيهاجم من اليمين وبيهاجم من الشمال، الميلان يعود للخلف احتراما لهذه الرغبة ويربطهم شمال يمين، ما عندوش مشكلة. أقصى اليسار عند أساموا، ولكن ديشيلو على طول توقيته كويس، كان عامل وضامن لجوه. لما إن إيطاليا كلها مهتمة، بل إيطاليا تقف على أطراف أصابعها، بل أوروبا كلها مهما كان التركيب. مهمة كبيرة، ثمان مباريات هي الأكبر والأصعب في تاريخ كرة القدم الموجود مع منتخب إيطاليا. وباولو روسي ورأس حربة تاني في وجود جرازياني وكوندي. الكرة العالية فوق كورة الميلان في هذه اللعبات، عارفين بيعرف يحسب نفسه على خط الظهر في توقيت عظيم. أدي أساموا ضغط اليوفي قرب كتير المرة دي، ولكن الولد تشيليو ممتاز، ما بيترقصش بسهولة، ما بتهزش بسهولة، بل ياخد رمي التماس لصالح فريق. لكن بيرلو لمسه الواحده تاني، يا جماله يا جماله ماركيزيو، زيد يا راجل زيد يا راجل، عد يا راجل عد الراجل، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام. بيتشيلي الولد ده ممتاز يا جماعه، الولد ده ذكي قوي. بيتشيلي وده ذكي قوي، 20 سنه بقاله 3 سنوات، لعيب مهم جدا ولعيب وقفته صح. لعب اربع مباريات دوليه، اربع مباريات في بطوله الابطال، ولعب 8 مباريات هذا الموسم في بطوله الدوري. الظهير الايمن للميلان صاحب ال 20 سنه. سيفان شعراوي عنده برضه 20 سنه. أساموا شوف الولد ما بترقصش ازاي، شوف، وعارف برضو ان أساموا من النوع اللي بيطلع لبره اكتر عشان الاوفر او الكروس اللي عايز يعمله بعيد عن ضربات الجزاء والضربات الحره القريبه. أساموا أساموا خطيره ماركيزيو، ايوه كده يا راجل، يا سلام على الدفاع العظيم، دفاع الميلان عظيم عالية فوق أساموا. لكن تشيلو انه ما ترقصش كتير جدا النهارده الحقيقه، وعامل ماتش كويس قوي قوي. الباكين في الميلان النهارده عاملين ماتش كبير، الباكين عاملين ماتش كبير جدا جدا في فريق الميلان النهارده.